بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا في مدينة مورك، وهذه من الغنائم التي غنمها الثوار خلال المعارك مع قوات النظام في الحي الجنوبي. طبعا هذا صهريج مياه تم اغتنامه من قوات النظام، هذا هو صهريج مياه للنظام السوري تم اغتنامه بعد معارك دارت مع قوات النظام. ويسرنا أن نلتقي بسيادة النقيب أبو البراء قائد غرفة عمليات مورك الموحدة. أهلا وسهلا فيك سيادة النقيب. سيادة النقيب، نحن زرنا الحي الجنوبي في الحقيقة، وكان لنا جولة ميدانية بداخل الحي، والتقينا بأحد الضباط سيادة العقيد محمد بكار، وشرح لنا عن سير العمليات العسكرية. فحبذا لو وضعتنا بصورة التفاصيل بشكل أكثر عن الغنائم، عن الانتصار الذي حققته. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة بفضل من الله تمكنا من تحقيق تقدم كبير على جبهة مورك الجنوبية، بحيث تم تحرير الجبهة الجنوبية بالكامل، بالإضافة إلى تحرير المكسب والاستهداف النقطة السادسة بشكل مباشر وتكبيد العدو وخسائر فادحة. تم تدمير عرب البيم بالإضافة إلى دبابة، بالإضافة إلى مدفع 23 مزدوج في تجمع العبور، كما تم تدمير دبابة في النقطة السادسة باستهداف بخزائف الهاوي. وتم بعض الغنائم في صهريج مائي، في عنا عربي بي ام بي صحي، في سياره مصفحه، بالاضافه الى دوشكايات واسلحه خفيفه وزخائر. سياده النقيب، طبعا لا نريد ان ناخذ من وقتكم، الطيران يحوم في الاجواء. للتذكير فقط ان مورك غرب الطريق العام بالكامل تحت سيطرتكم. بالكامل تحت سيطرتكم بفضل الله. شكرا سياده النقيب. يبدو هناك تنفيذ طيران مروحي، سنحاول رصد قصف الطيران المروحي على مدينة مورك. الله أكبر، 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 الله أكبر. البراميل المتفجرة تتساقط من الطائرات المروحية على مدينة مورك. سنحاول رصد مكانها. في هذا المكان الدخان يتصاعد من جراء القصف بالطيران المروحي على مدينة مورك. هذا هو الدخان يتصاعد من جراء القصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي. بعد تحرير الحي الجنوبي يقوم النظام باستهدافه بالطيران المروحي وبالبراميل المتفجرة، والدخان يتصاعد من الحي الجنوبي بعد استهدافه. 13/8/2014، المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة. طبعا في هذا، وهذا الدخان في هذا الاتجاه أيضا، في هذا الاتجاه أيضا الدخان يتصاعد. وهذا هو الصهريج الذي تم اغتنامه. يقوم الأخوة ربما باستخدامه للعمل. ونعود إلى رصد الدخان المتصاعد من جراء استهداف المدينة بالبراميل المتفجرة. ونذكر بأن هذا الاستهداف كان أثناء مقابلتنا مع سيادة النقيب أبو البراء قائد غرفة عمليات مورك الموحدة.